ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا سيد مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى. أهلا وسهلا سيدي. كيف تعلقون على تصريح مسؤول في التحالف الدولي يصف ميليشيا سوريا الديمقراطية التابعة لحزب العمال الكردستاني أنها شريك جدير بالثقة؟ نعم، يعني لقد اعتدنا على هذه، كان هناك إصرار منذ البداية على يتم تجهيز هذه القوى الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وإيجاد لها المعاذير من أجل أن تكون هي القوة التي يمكن التعويل عليها في دحر تنظيم داعش الذي تم تضخيمهم. هذه التصريحات التي يعني كما أشار تقريركم المتناقضة التي تأتي من أمريكا هي تحاول أن يكون هناك احتواء مزدوج، يعني عدم إبعاد تركيا، لكن على أرض الواقع صراحة يتم تجاهل كل المطالب التركية وكل ما تحاول تركيا أن تقنع به الإدارة الأمريكية من أن يعني قوات الحماية الكردية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، لكن هناك إصرار ويعني بشكل مستمر على دعم طيب. هذه القوات. نعم. ألا تعتقدون أن هذه التصريحات متناقضة مع ما صدر من أمريكا مؤخرا وأنها تبدي حرصها فيما يتعلق بأمن تركيا على المدى البعيد؟ يعني صراحة كما قلت يعني هذا التناقض وهذا يعني التفاوت في التصريحات، نحن نعلم أن بالإدارة الأمريكية هناك ثلاث مراكز قوى، هناك يعني البيت الأبيض وهناك البنتاغون وهناك يعني المخابرات الخارجية، فهناك صراحة نوع من ربما يكون يعني الاتفاق في التصريحات المتناقضة وكأنهم صخور وحمائم، يعني هذه التصريحات كلها تريد أن تحتوي الأزمة يعني دائما طيب. الأمريكان يقولون للأتراك نحن نتفهم مطالبكم ونعمل على أن لا يكون هناك أي شيء يزعجكم، لكن على أرض الواقع الأعمال تناقض هذه التصريحات. نعم، هناك الحديث الكثير من الجولات التي حدثت في أستانا وجنيف، وسمعنا كثيرا عن مناطق خفض التصعيد التي لم تستطع الصمود، يعني هل تتوقعون أن ستكون هناك مستقبل لمناطق خفض التصعيد خصوصا على المناطق الحدودية التركية السورية؟ طبعا هناك اليوم كثير من السيناريوهات التي تخشاها تركيا، ولذلك تريد أن يكون لديها موقف استباقي داخل الأراضي السورية كما فعلت في عملية درع الفرات. يعني هذه المناطق خفض التوتر وما هو مآلات الوضع العسكري صراحة في محافظة إدلب بشكل خاص، هل سيؤول إلى هيمنة قوة مصنفة عالميا إرهابيا، وهل سيتم من جديد محاولة الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية من أجل محاربة هذا التنظيم الذي سيكون تصنيفه إرهابيا من كل القوى العالمية والدول والمحلية؟ لذلك تركيا اليوم تريد أن يكون هناك لها موضع قدم وتريد أن تمنع تكرار سيناريو آخر ربما يهدد الأمن القومي التركي من جديد، وربما يقلب يعني يكون هناك يعني مكان لنوع من التوترات على حدود تركيا وخاصة في. هل ترجحون احتمالية دخول المنطقة في تسوية سياسية، وفي حال حصلت كيف تتخيلون الشكل الذي سيكون عليه مصير الأكراد في المنطقة، خصوصا إذا ما علمنا الصراع الروسي الأمريكي في المنطقة؟ هل هناك مستقبل لبرلين جديدة مقسمة ما بين المعسكرين؟ اليوم هناك عدة سيناريوهات على أرض الواقع، هناك السيناريو الأمريكي ويبدو أن أمريكا منشغلة بمناطق المنطقة الجنوبية ومنطقة شرق الفرات، لكن هذا يجب أن لا يبعد نظرنا عن انها هي موجوده ايضا في الشمال السوري، لذلك رايناها انها تمانع من اي تحرك تركي من حول منطقه عفرين، فهي لن تنسى ان يعني هناك تركيا ما تخشاه ان هناك مخطط امريكي يريد ان يقيم دوله كرديه ويكون لها امتداد على البحر الابيض المتوسط، لذلك ربما هذا الذي يدفع ان تكون تركيا اقرب الى روسيا من اجل الحفاظ على وحده الاراضي السوريه، فصراحه كثير من السيناريوهات المتناقضه التي يحاول كل فريق ان يمرر السيناريو الذي يريده حسب
ضعف القوة الأخرى. أقول أن تركيا اليوم هي قوة معطلة، اليوم لديها قوة على أرض الواقع، نعم، وهي تعيق هذه السيناريوهات قدر الإمكان. الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى حامد أوغلو كنت معنا، شكرا جزيلا لك.